ليست هي المرة الأولى التي نسجل فيها تجاوزات نواب البرلمان، فقد أعادت فضيحة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمة عثمانية المتهمة بتلقيها رشوة مقابل ترشيح زميل لها في الانتخابات التشريعية المقبلة مسألة الحصانة البرلمانية إلى واجهة الأحداث والحالات التي ترفع فيها بموجب القانون. أغلبية لجبهة التحرير والآن نعم، وبالتالي فالنائب مرتبط بهذه الأغلبية، بحيث ما إذا لم توقع الحسنة من قبل البرلمان بأغلبيته فالنائب حرة محلي ولا يجوز لأي جهة أن توقف هذا النائب. نقول حتى ولو كان متلبس بجناية وجنحة تم توقيفه، بإمكان مكتب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طلب إطلاق سراح النائب. وإذا كان مبدأ الحصانة التي شرعها الدستور ضمانا لحرية التعبير للنائب بالبرلمان في إطار انتقاده لمشاريع وقرارات تحدد مصير الأمة إلى جانب الحفاظ على استقلاليته وحريته، فإنها تستغل اليوم في جوانب سلبية. بالأن القانون الأساسي وبنظام داخلي للبرلمان لابد أن يوضح وأن يفصل في هذه المسائل، ونحن كنا نطالب دائما بأن النظام الداخلي لا يكتفي بالإجراءات الظاهرية البسيطة، وإنما يجب أن يغوص في هذه وأن يتعمق في هذه الإجراءات المهمة. لا نعطي الفرصة لأي شخص أن يستغل البرلمان لأغراض ومآرب خاصة أو لاستغلال نفوذه في مجالات من المجالات. استغلال الحصانة لتحقيق مآرب شخصية بعيداً عن خدمة الصالح العام هو واقع حال أغلب نواب البرلمان، يتجلى في مساعي تجديد أغلبهم الترشح للانتخابات التشريعية.